احنا قدمنا في الاسابيع الماضيه منذ بدء تعليق الدراسه اللي كان في 15 مارس مجموعه من الحلول وعدد كبير من الاجراءات عشان نعرف نتعامل مع فتره انتشار وباء كورونا وظروف تعليق الدراسه للجمع بين الحفاظ على صحه الولاد طبعا واستمرار التعلم عشان نحافظ على مستقبل كل الطلاب في المنظومة التعليمية كلها. احنا عشان نفتكر مع بعض قبل ما نتكلم عن موضوعنا النهاردة اللي هو موضوع منصة التواصل اسمها إدمودو، احنا قدمنا لحضراتكم المكتبة الرقمية اللي فيها المراجع اللي بنعتمد عليها علشان نحضر المشروعات وعلشان نذاكر منها بالإضافة لكتب المدرسة، وقصرنا المناهج المسؤول عنها الطلاب في جميع المراحل الدراسية لحد ما تم تدريسه فعلا حتى 15 مارس اللي فات سواء في التعليم العام أو التعليم الفني. وقدمنا لحضراتكم المشروعات البحثية لسنوات النقل من ثالثة ابتدائي إلى ثالثة إعدادي كبديل عن طريقة الامتحانات في التقييم، ونشرناها الأسبوع اللي فات. وبنقدم الامتحانات الإلكترونية للأولى وتانية ثانوي، الامتحانات التجريبية الأولى ثانوي شغالة حاليا وهيعقبها في مايو الامتحانات الترم الثاني للسنتين أولى وتانية ثانوي. وقدمنا من عدة أيام كمان منصة البث المباشر للحصص الافتراضية اللي هي الستريمينج أو البث المباشر الموجودة كل يوم في أيام الأسبوع، ده بالإضافة للقنوات التعليمية اللي هي موجودة على التلفزيون المصري. فدي مجموعة من الخدمات المتنوعة اللي كلها بتصب في ان احنا نساعد الولاد سواء اللي عنده انترنت او اللي ما عندوش انترنت. النهاردة احنا بنقدم منصة اضافية تكملة للبوكيه ده من الحلول. المنصة دي هتبقى في كل مدرسة في مصر من مدارسنا الحكومية عشان الطلاب يتواصلوا مع المعلم في تحت إشراف ولي الأمر على فصل افتراضي يوازي الفصل الحقيقي. فأنا لو عندي 6 فصول بخشهم مع 6 من السادة المعلمين في مدرستي هلاقي إن الفصول دي عندي فصول افتراضية بخش فيها بلاقي زمايلي هم اللي كانوا معايا في الفصل والمعلم بتاعي، والإضافة إن ممكن أولياء الأمور كمان تبقى أعضاء في على هذه المنصة وتتابع مع أولادها اللي هم بيعملوه. النهاردة موضوعنا هو هذه المنصة، بس أنا عاوز أقول المنصة دي مش معمولة فقط علشان موضوع كورونا الحالي ولا عشان المشروعات بالتحديد. المنصة دي جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، فإحنا مهتمين بها في الفترة دي وفي السنوات القادمة. هي حاليا في مرحلة إعداد وإنشاء، إحنا اضطرينا نعملها في زمن قصير جدا ما زادش عن 10 أيام، وهتشوفوا حضراتكم الأعداد اللي موجودة عليها. فإحنا بنبنيها مع بعض، هنقول لكم إحنا وصلنا لفين وإزاي حضراتكم تخشوا عليها. للي سمعنا ومنشغل بقدرته على الدخول على الإنترنت، احنا دلوقتي في ناس كتير تقدر توصل الانترنت وفي ناس تقدر توصل عن طريق زملائها اللي عندهم الميزة دي، ولكن لمن لا يستطيع الدولة بتفكر بدءا من الخريف القادم ان شاء الله يبقى في حلول للجميع بأشكال متنوعة للوصول إلى الإنترنت إن شاء الله، بس هنستحمل الفترة دي نعتمد على بعض لحد ما نوصل للنقطة دي. تعالوا مع بعض يمكن قبل ما نكمل الكلام عن ده نشوفه بعينينا. وحصل جدل كبير على السوشيال ميديا أخش إزاي والكود بتاعي أجيبه منين وكده، دي الحاجة اللي احنا عاوزين نعملها مع بعض دلوقتي. هناخدكم مع بعض نفتح حساب جديد، هعتبر نفسي طالب وأخش على النظام ونشوف هو سهل جدا إزاي نخش عليه، ولما نخش هنلاقي إيه جوه. تعالوا نعمل الحكاية دي مع بعض. طيب احنا اتفقنا ان ندخل مع بعض على الموقع ونشوف ازاي بننشئ حساب جديد. انا هحاول اعمل كده، احنا داخلين على edmodo.org زي ما اتفقنا قبل كده. طبعا الصفحة دي فيها معلومات كتير، معلومات عامة وفيها ادوات يحتاجها السادة المعلمين، فيها حاجات للطلاب، فيها فيديوهات. تعالوا نشوف ازاي لو انا قاعد اول مرة اخش هنا ازاي اعمل حساب جديد. لو طلعنا فوق في المنيو اللي فوق نلاقي كلمة هنا مكتوب ابدأ، فابدأ دي لو دوسنا عليها دوسنا على كلمة ابدأ هتاخدني في مكان مختلف، مش عارف دوست عليها، هتاخدني في الصفحة اللي حضراتكم شايفينها، هتلاقوا فيها معلومات اكتر عن الموضوع وفيديو كنا سجلناه قبل كده بيشرح
موضوع المشاريع البحثية وعناوين المكتبة الرقمية وعناوين منصة البث المباشر. طيب احنا اول مرة نيجي هنا، اذا كنت بتستخدم ادمودو لاول مرة هندوس على كلمة ادمودو اللي هنا. انا دلوقتي طالب وعاوز ادخل الفصل بتاعي وجالي من المدرسة حاجة واحدة رمز الفصل، مش عايزين نتلخبط باي رموز تانية كانت عندنا ولا اي حاجة خالص. جالي من المدرس بتاعي او من المدرسة او من الاخصائي في المدرسة رمز احد الفصول اللي انا بدرسها. فلما نبص ايه اللي طلع لنا، يا اما انا عضو في ادمودو هسجل على طول اسمي وكلمة السر، لو ما كنتش ولسه جديد خالص ما عنديش حساب هنشئ حساب جديد. طيب ايه بقى العلامتين اللي فوق دول؟ لو كان عندي ايميل على جوجل، بريد الكتروني على جوجل او على مايكروسوفت، ممكن استخدمهم مباشره ما انشئش حساب جديد، وده يبقى حسابي في ادمودو. لو ما كانش عندي هقول انشئ حساب جديد، فهيسالني اول ما اقول له انشئ حساب هيقول لي طيب هو انت معلم ولا طالب ولا ولي امر؟ كل واحد من دول بيبقى له رمز مختلف، يعني المعلم بيجيله من المدرسة رمز بيميزه كمعلم، الطالب بيبقى جايله رمز الفصل بتاعه أو أكتر من فصل، لازم يخش بواحد فيهم في الأول. فأنا أقول له أنا طالب عاوز أعمل حساب جديد، فتعالوا نشوف هيطلع لي إيه لو جيت هنا. بيقول لي اكتب اسمك واسم العائلة، فأنا أقول له طيب دخلني هنا. نحاول بس أجيب الكيبورد دي بعيد، لا مش عارف اجيبها هنا. طيب نكتب اسم كده، اقول له ادي اسمي الاولاني اسم العائلة. ده ممكن يبقى بالعربي او بالانجليزي، احنا بس بنكتب الاسهل دلوقتي. هيقول لي عاوز رمز الفصل، انا جالي رمز فصل اللي هو ده الفصل اللي احنا هندخل فيه دلوقتي على سبيل المثال. يعني الرمز ده جالي منين؟ ده جالي من المدرسة او من الاخصائي الفصل اللي انا اخش فيه. هنا بقى انا مفروض اختار حاجتين، اسمي اللي اخش بيه كل مرة وكلمة السر اللي انا برضو هختارها، مفيش اكتر من كده. احنا كل اللي كان محتاجينه عشان ندخل هنا رمز الفصل اللي هنجيبه من المدرسة، غير كده اسم المستخدم ممكن يبقى اي اسم على فكرة، وممكن كلمة المرور تبقى اي كلمة مرور مقبولة حضرتك تألفها. ولكن احنا في الوزارة بنرشح لحضراتكم ان اسم المستخدم ده يبقى تكوينه نكتب MOE اللي هي وزارة التربية والتعليم Ministry of Education، وراها الرقم التعريفي بتاع الطالب عشان تسهل اولا ما يبقاش اسم مكرر، وثانيا نعرف منه مين الطالب ده. انما اذا ما عملتش كده وكتبت اسم تاني برضو هينفع، يعني لو احنا كتبنا هنا هكتب اسم انا هعمله دلوقتي، هكتب مثلا MOE، هكتب وراها 1 2 3 4 5، اعتبر ان ده اسمي او ما كتبتش MOE بس مش مهم. كلمة السر هختار كلمة سر يعني نسميها اختار كلمة كده، وبعدين هدوس على التسجيل المجاني في الاخر. اسم المستخدم ده مكرر فلازم اعيده، عشان كده بنقول تعالوا نختار اللي احنا قلنا عليه MOE وراها الرقم التعريفي، كده مش هيبقى مكرر. بس هنا الاسم ده مش عاجبه لان في حد تاني كان مستخدمه، فانا اخترت اسم مختلف وهقول التسجيل المجاني. كده متهيألي كل الحاجات عجباه، فهيسمح لي ان انا اعمل الحساب الجديد بتاعي اللي انا بنيته على رمز الفصل. نقول له احتفظ بالمعلومات دي عندك. المهم هو انا كده دخلت جوه السيستم. اول سؤال هيسألوا لي عندك رقم موبايل او جوال بتاع ولي الامر ممكن تكتبه، او بريد بتاع ولي الامر عشان يخش، ممكن اعمل ده او اتخطى الخطوة دي.
احنا كده خلاص بقى عندنا حساب. يا مسألة الدخول على ادمودو سهلة جدا، لو حضراتكم بصيتوا عليها، لو كان عندي ايميل في جوجل او مايكروسوفت كان ممكن اخش بيه من الاول. لو ما عنديش، كل الحكاية بقى عندي رقم الفصل، رمز الفصل، وبكتب اسم مستخدم وكلمة سر بس. مفيش بقى لخبطة مع أرقام تعريفية تانية أو حاجات تانية عندكم، المسألة بسيطة خالص. طب دخلت جوه، إيه بقى العالم اللي أنا دخلت فيه؟ الفصل ده أو المدرسة اللي إحنا دخلنا فيها دي بتبقى مدرستنا. هنا مفروض يبان الفصول اللي أنا عضو فيها في الحتة اللي إحنا فيها دي. هنشوف ده الواجبات الموجودة اللي حاططها الأستاذ اللي أنا دعوه يشرح لنا إيه ده. ده فصل هنا موجود ايه؟ فصلي الدراسي، الكود اللي دخلنا بيه او رمز الفصل بتاع علوم، مادة العلوم بتاعت اولى اعدادي. كان ممكن يبقى عندي خمس رموز، واحد للعلوم، واحد للرياضيات، واحد للجغرافيا. لما دخلهم كلهم التحق بمجموعة دي، لو انا عندي اكتر من رمز بدوس هنا واكتب الرمز الجديد يقوم يبان لي ده انا عندي فصل علوم وفصل رياضيات كمان، أو فصل علوم ورياضيات وجغرافيا. هتترصص الفصول بتاعتك هنا لما تكمل إدخال كل الرموز اللي عندك، بس كنا محتاجين واحد فيهم عشان نبتدي، عشان نخش هنا. بعد ما بنخش، لو أنا بقى دخلت على الفصل بتاعي اللي هو علوم بتاع أولى إعدادي، هلاقي الواجبات اللي الأستاذ حطها لي هنا، الاختبارات أو معلومات أو حاجات، وهلاقي الحتة اللي الناس بتتكلم فيها مع بعض. هنا الأستاذ حاطط فيديو ممكن نشوفه، ممكن كمان زي فيسبوك بالظبط هنبتدي نتواصل مع بعض الطلبة مع الأستاذ، هيبقوا هنا. المنظر اللي احنا فيه ده بتاع الطالب، الطالب بيبقى شايف ده. ممكن أشوف فصولي الدراسية، أدخل في حتة ألاقي فيها يا مكتبة، المعلم بيحط لي فيها فيديوهات، بيحط لي فيها باوربوينت، بيحط لي فيها تعليمات، ألاقيها هنا. الأعضاء دي بتقول لي مين زمايلي اللي موجودين على المنصة دي. في هنا 40 طالب، دول في الفصل نفسه، الزملاء، الطالب الجديد اللي دخل وعمل الحساب ده. فهلاقي كل زمايلي هنا، ممكن أكلمهم زي ما بكلمهم على فيسبوك بالظبط. حقيبة الظهر دي متخيلين إن في شنطة عليها الكتب بتاعتي. أي مثلا الأستاذ بعت لي فيديو أنا عاوز أسجله عندي أخده، فاروح دايس عليه وحطه في حقيبة الظهر بتاعتي عشان اكون مكتبة خاصة بيا. وهنا الرسائل، لما ابعت رسائل لزمايلي او للاستاذ بعملها من هنا، بكتب رسالة جديدة علشان الناس ترد علي، عندي سؤال، عندي اي حاجة. هنا المخطط ده او البلانر هو الواجبات اللي علينا ومواعيدها. ممكن انا اكتب لنفسي واجبات عاوز اعملها افكر نفسي بيها. فده مكان هنستخدمه عشان نتواصل مع بعض، نقرا المهام بتاعتنا. وده الفصل الوحيد اللي انا دخلت بيه، كان ممكن يبقى عندي كذا فصول وكل فصل فيه واجبات، واقدر اتواصل مع زمايلي في الفصل. يمكن اللي يقدر يشرح دي بطريقه افضل هو المعلم اللي بيدير هذا الفصل. انا كده فتحت الاكونت بتاعي، تمام، اسمي وملف الشخصي، عندي فصول دراسية لقيتها منشأة، تمام، عندي أنا مدرس علوم فمنشأ فصول دراسية خاصة بالعلوم وفصول خاصة بالأبحاث، المكان اللي هيطالب هيبعت فيه البحث إن شاء الله، تمام. يا أستاذ إيهاب، بس عاوز الناس تعرف المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده بيشوفه المعلم فقط مش الطالب. اللي الأستاذ إيهاب بيوريه لكم الفصول اللي هو مسؤول عنها. أنا لما دخلت كطالب دخلت في فصل علوم بتاع سنة أولى اللي هو أحد فصول الأستاذ إيهاب. الأستاذ إيهاب بيشرف على الفصول دي كلها، مظبوط كده؟ تمام. حضرتك أنا بالنسبة للفصل مثلا هختار فصل من ضمن هذه الفصول وهو علوم الصف الأول الإعدادي. الطالب معايا بيتفاعل عن طريق المناقشات، إن أنا لما بحب أنزل له أي مناقشة، تمام، بكتب مناقشاتي هنا، تمام، وبيحصل تفاعل مع مدرسين نفس المدرسة ومع الطلبة، تمام. أي حاجة بنحب نشيرها بنجيبها من المناقشات اللي موجودة هنا، في وهما ممكن يكتبوا أي تعليق ويبعتوا له، تمام.
يعني هنا انا مثلا عايز اعرف كام طالب معايا كعضو في هذا الفصل، تمام؟ بيوضح لي عدد الطلبه وكمان اولياء الامور. اذا اولياء الامور ليهم حق الدخول للاشراف على ابنائهم في نفس الصفحه، تمام؟ طيب انا طبعا عايز ازيد الرهبه ما بين الطالب وما بين اول مره يفتح الصفحه. هي صفحه زي اي صفحه تواصل اجتماعي، عشان كده عملت لهم مجموعه من الواجبات، تمام؟ واي طالب بيدخل بيفتح الواجب ده بيعرف الواجب بتاعه وبيحله وبيتفاعل معاه وبيحمله لي تاني على نفس الصفحه. وبحدد للواجب ده وقت مستحق، اخر ميعاد لتقديمه. اذا كل حاجه هنا ممكن يتحط لها تقويم او وقت، تمام؟ يعني هنا مثلا كان باسم الوحده الايه؟ الاولى. كمان احنا بنبعت ملفات ومجلدات للطالب او الطالبه على نفس الصفحه. الطالب هيلاقيها فين؟ هيلاقيها في المجلدات، تمام؟ انا هنا عامل مجلد باسم معين ومحمل عليه ملفات اللي الطالب ممكن يحتاجها بعد كده ان هو يرجع اليها، تمام؟ الصفحه دي وانا شايف كمعلم ان هي بتوسع مدارك الطالب وبتوسع المصادر اللي بيجيب منها المعرفه. طبعا اتجاه الوزاره الجديد ان اهم حاجه طريقه البحث عن المعرفه مش المعلومات نفسها، تمام؟ المعرفه في حد ذاتها، طريقه البحث عنها وتعدد المصادر امام الطالب، وده اللي شايفينه متوفر في الصفحه دي كصفحه تفاعليه. ابنائنا وبناتنا عندهم قدره على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، ودي منصه خاصه بالعمليات التعليميه تتميز بالامن والامان. يعني ده مجتمع تعليمي احنا انشاناه، تمام؟ علشان الطالب يقدر يتواصل من خلاله. طيب استاذ ايهاب، انا عاوز اقول انه يمكن الناس مش واخده بالها ان في هنا حاجتين مهمين جدا. في هنا الايكون ده بتاع مايكروسوفت، لو حد داس عليه كده هيطلع ادوات متاحه على هذه المنصه، حتى لو كان الطالب ما عندوش الادوات دي خالص، احنا بنتيحها له بيقدر يستخدم وورد اونلاين او باوربوينت او اكسل، ادوات مايكروسوفت لكتابه التقارير موجوده هنا، ودي مفاجاه معموله لكل طلابنا في مصر زي ما اتفقنا من شركه مايكروسوفت، فدي موجوده على نفس المنصه للاستخدام من الطلاب في كتابه كل التقارير بتاعتهم سواء المشروعات دي او اللي جاي في المستقبل. متشكرين يا استاذ ايهاب. طب احنا عاوزين بقى حد من الطلبه بتوعك يجي يقول لنا هو رؤيته ايه للموضوع ده. من طلبه المدرسه، اتفضلوا يا بنات. طيب نور، انت دخلتي دلوقتي كتبتي اسمك وكلمه السر، صح؟ طيب دلوقتي اشرحي لنا بقى ايه ده وكل دي الفصول بتاعتك. طب ممكن تقولي لنا ده ايه بقى؟ دي الفصول الدراسيه اللي انا فيها، اللي في مدرستي علوم. ممكن تبصي للناس بقى. عندي علوم وعربي ورياضه ودراسات وانجليزي، اكتريتها اللي هي العلوم، بندخل اكتر في العلوم. ده الفصل بتاع الاستاذ ايهاب. قولي لنا بقى بتعملي بيه ايه ومفيد بالنسبه لك ايه، يعني تجربتك مع ده؟ تجربتي انها مفيده جدا عشان اقدر اتواصل معاه في اي وقت. لو عايزه اكتب مثلا مناقشه او حاجه ممكن اكتبها من هنا. في حاجات مجلدات دي ممكن برضو بتساعدني، برضو بنزل عليها حاجات. في حاجات بقى بينزلها هو الفيديوهات دي حاططها لكم الاستاذ، مش كده؟ انت بتشوفيها في البيت ولا بتعملي ايه؟ بشوف في البيت. بتشوفيها على كمبيوتر ولا على الموبايل ولا على ايه؟ ساعات على الموبايل وساعات على اللاب. بيمشي على الاثنين. وبين بقى البي دي اف المعايير تنظيم البحث، وين الابحاث، الحاجات اللي بينزلها واحنا المفروض بنعلق. وانت بتسالي الاستاذ ايهاب اعمل البحث ازاي مثلا؟ وكده. اوكي. هو ده ما كانش موجود من زمان، فده مفيد بالنسبه لك ان انت تتواصلي كده مع الاستاذ حتى بعد ما الموضوع بتاع كورونا ده يخلص. عاوزين ناخد دي ولا نسيبها؟ لا هي كويسه، المهم ان بنتعلم على البعد، وكمان يعني بنبحث ده في مصدر واحد كذا مصدر زي بنك المعرفه والمكتبه الرقميه، دول بيفيدونا جدا في البحث.
وفي بقى طبعا يعني غير كده وكده ان احنا طبعا كده عشان موضوع كورونا وكده ان ده احسن لينا وأؤمن يعني. زي ما حضراتكم شفتوا هذه المنصة الحقيقة هتبقى جزء أساسي من اللي احنا بنعمله في موضوع التعليم. بس عاوز أقول لكم الأستاذ إيهاب والطالبات نور وميار يعني نموذج لعدد ضخم جدا من، مع ان احنا بنعلن عن المنصة النهاردة، انما هي بقالنا 10 أيام في موجة ماشية في المدارس المصرية عشان السادة المعلمين يخشوا عليها والطلبة. لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دخل على هذه المنصة ومسجل عليها 981,716 معلم مصري، حوالي 1,000,000 معلم موجودين على هذه المنصة. والطلبة اللي فتحوا اللي دخلوا على فصولهم أكثر من 5,000,000، 5,438,351,000 طالب. عدد حد النهاردة 1,358,750 فصل، فده عدد ضخم جدا. الأجمل من كده إن في حوالي 417,788 ولي أمر موجودين على المنصة ومهتمين يكونوا مع أولادهم على المنصة دي، وإحنا لسه في أول الطريق. فخلال الأيام القادمة إن شاء الله الأرقام دي هتزيد. 5,500,000 طالب اللي عليها نتوقع أن هم يزيدوا لحد 20,000,000 طالب هيبقوا على هذه المنصة، ويكتمل عدد المعلمين اللي هم حوالي 1,000,000 دلوقتي هيزيدوا 1,300,000. فعملية ضخمة جدا. حضراتكم كمان أي حد محتاج دعم فني يفتكر الأرقام اللي كانت موجودة على صفحة edmodo.org، دي أرقام الدعم الفني اللي الوزارة بتوفره، مجموعة كبيرة جدا من التليفونات لأي حد عاوز يسأل عنده أي مشكلة في الدخول أو في تغيير كلمة السر بتاعته يقدر يسألهم عليها وهيساعدوه بإذن الله. الحاجة التانية اللي عاوز ألفت النظر ليها، الوزارة الحقيقة تعاونت أو تعاون معنا شركة مايكروسوفت المعروفة علشان توفر اوفيس بالكامل او برنامج اوفيس اللي جواه وورد وباوربوينت واكسل ل20,000,000 طالب بدون مقابل كدعم من الشركة لينا في هذه المنظومة الجديدة. وده اللي حضراتكم شفتوه على المنصة، ممكن كل الطلاب يتعلموا يكتبوا بهذه الأدوات، وجزء كبير من تعليمهم تحضيرهم للمستقبل انهم يتعودوا على هذه الأدوات. زي ما اتكلمنا على سؤال الانترنت، وجود الانترنت مفيد صحيح ونحاول نوصل له، ولكن في حالة تعذر ذلك دايما في حلول موازية على الورق هنوفرها، والنماذج بتاعت المشروعات اللي على المنصة ممكن طباعتها ونكتب عليها بخط الإيد نهتدي بيها يعني ونقدمه برضو. موضوع تسليم المشروعات لأنه سؤال متكرر جدا سواء في مصر أو لأبنائنا في الخارج، ده احنا اتفقنا هنرد عليه نقول لكم كل طرق التسليم المتنوعة يوم 1 مايو، فننتظر إلى هذا الحين إن شاء الله وهنقول لكم كل تفاصيله. النهاردة احنا كمان كنا واعدين حضراتكم إن احنا هنطلق أو هندي لحضراتكم المشروعات بتاعة طلاب الدمج وطلاب أولى وتانية ثانوي منازل وولادنا في الخارج فقط. المجموعة دي من المشروعات هتكون موجودة النهاردة على موقع الوزارة، تقدروا حضراتكم تاخدوها، اللي هي مشروعات طلاب الدمج سنوات النقل ومشروعات أولى وتانية ثانوي منازل وأبنائنا في الخارج. أولى وتانية ثانوي عدا هذا هيمتحنوا إلكترونيا في الميعاد حسب الجدول عشان ما نتلخبطش يعني. طبعا حضراتكم شفتوا الأستاذ إيهاب كنموذج لمعلم مصري الحقيقة دخل واجتهد وفتح الفصل وساعد الولاد. احنا واثقين ان كل المعلمين في مصر 1,000,000 اللي على المنصة هيساعدوا الولاد وهيردوا عليهم، وهم اول خط الولاد تسأله. فدور المعلمين هام جدا في الارشاد والتوجيه وتحميل المواد المفيدة على هذه المنصة عشان تبقى في ايد كل الولاد. احنا هننزل خلال الايام القادمة على موقعنا على مواقع التواصل وعلى موقع الوزارة ارشادات لاستخدام ادمودو اكتر، وهنديكوا فيديوهات وارشادات ودليل للطالب، وممكن نغير الشكل نحسن فيه واحنا ماشيين، وفي نفس الوقت هنديكوا ارشادات موازية عن منصة البث المباشر اللي الوزارة بتقدم فيها برضو خدمات
حية وبتعمل مكتبة تسجيلات للي مش هيقدر يخش عليها في الوقت بتاعها. كل ده بالتوازي مع القنوات التعليمية عشان نخدم اللي عنده شبكة أو ما عندوش شبكة. وأتمنى البوكيدة من الحلول ما بين المكتبة ومنصة البث المباشر والمنصة اللي في المدرسة والقنوات التعليمية والمشروعات كلها تفيدنا في المرحلة اللي احنا فيها وفي السنوات الجاية إن شاء الله. بشكركم على حسن استماعكم.